تيكا الجزائر هي شركة أصل سويسرية في الجزائر منذ 1947، ذات حقوق 100% جزائرية. احنا يعني هنا في الجزائر مصنعين، عندنا زوج مصانع هنا في الجزائر، واحد في الكاليتوس وواحد في واحد في الجزائر العاصمة وواحد في بجاية. المنتوجات تاعنا يعني تخص بالخرسانة يعني وإلى كونستركسيون يعني البناء بصفة عامة، يعني تخص بالخرسانة بالحماية يعني الترقيع والتزيين يعني الخارجي للمباني بالحلول تاعنا. في الجزائر عندنا يعني مراكز سيكا، يعني شركة الأم رانا في مركزين في 4 ولايات، يعني عندك الجزائر، جزائر العاصمة، عندك وهران، عندك سطيف، وعندنا في بجاية، وعندنا أكثر من 70 موزع على التراب الوطني، يعني نغطيه 35 ولاية، أكثر من 35 ولاية.